واقنعي كل الشباب اللي عندك في السوشيال ميديا بانهم يبلغوا عنه يدوروا عليه وهم يساعدونا. هاتيلي معلومه واحده حقيقيه وشوف انا هعمل معاك ايه. مش هتخسري حاجه وجربي، ولو قصرت رقبتك ما تكمليش، ولو وصلنا لحاجه مع بعض يبقى يا ست ارجعي اشتمينا زي ما انت عاوزه. مش يمكن التجربه دي تخليكي تكتشفي حاجات ما كنتش عارفها قبل كده، وهتحط ايدك على حقائق عمرك ما كنت هتوصلي لها؟ مش يمكن تغيري موقفك؟ ولا انت خايفه من حكايه تغيير الموقف دي؟ ما اعرفش. الحق حقا يتبع، وانت حقانيه قوي وتدوري على الحقيقه. خليكي معايا. نويتي على ايه؟ خلينا نجرب نمشي وراهم المرة دي، أما نشوف آخرتها ايه. جميلة نفذت يا فندم، والهاشتاج بدأ ينتشر بين الناس على تويتر والفيسبوك. امتى هيفضل الظلم قاهر وسلب الحياه؟ حتى هو مصير اي حد يفتح بوقه ويتكلم. مين الانصاري بيتعامل مع مصر كلها على انها عزبه ابوه ومش همه اي حد؟ يا ترى بقى هتوفوا بوعدكم معانا يا رب؟ الله ما فيش حد فوق القانون ولا لا؟ احنا ملناش غيرك يا رب. تمام. دول الأربع أماكن اللي ممكن أقابلك فيهم أو حتى أبعتلك حد هناك. هنسميهم ألف وب وجيم ودال. أوعي تنسيهم. ها هو أنت بتتعامل معايا ليه؟ لأن أنا عيلة صغيرة. كم ماشي يا كبيرة. الخطوط بقى اللي أنت جبتيها هتاخدي واحد وتديني اتنين، ولما تعوزيني ابعتي لي رسائل بلاش تكلميني غير لو في حاجه مهمه قوي يعني. ماشي؟ عارفه والله، علشان مراقبه التليفونات اسهل بكتير من مراقبه المسجات. برافو عليك. لما تحبي بقى تبعتي لي رساله بلاش من البيت ولا من المكتب، ابعتيها من الشارع من حته بعيده عشان ما حدش يعرف مين اللي بيبعت لي. ماشي؟ ماشي. وانا اول ما الورق يجهز هبعته لك على طول. بس خلي بالك يا فريد، الورق ده مهم، ممكن يوصلني ولاد الكلب دول. انت فاهمه كويس طبعا صح؟
فاهمة يا حبيبي، ما تقلقش. حودة أمور سعد، عايزك بتركز معايا عشان عايزك في حاجة مهمة. رقبتي تعرف تسوق بسكليت؟ أمان. آسف على المشكلة اللي عملتها لك. سليم الأنصاري. ده انتوا واخدين بعض عن حب بقى. أتاريك مش عاوز تساعدنا ولا تقول لنا سليم الأنصاري مستخبي في أنهي داهية؟ يا صلاح بيه، أنا زي ما قلت لسعادتك، اللي رمى لي الكيس كان لابس خوذة ما شفتش وشه، والموتوسيكل كان بدون نمر. اسمع، رجوع السلاح ما ينفيش عنك تهمة الإهمال اللي تسببت أصلا في ضياع السلاح، والحكاية دي أنا مش هعديها بسهولة. ده أنا هجيب لك عليها جزا، وجزا محترم كمان، وأخلي سليم صاحبك ده ينفعك. سعادتك عارف كويس أوي إن أنا وسليم عمرنا ما كنا أصحاب، إحنا مجرد كنا زملاء. وبعدين أنا مش جاي لحضرتك النهاردة عشان توقف الجزا عني. أمال جاي ليه؟ جاي تحرق دمي؟ جاي تقول لي في وشي إن سليم حر بيتحرك زي ما هو عاوز في البلد، مش عامل لنا اي حساب؟ يا صلاح بيه، انا جاي الفت انتباه سعادتك لحاجه. سليم غامر عشان يرجع لي المسدس ويحل لي المشكله اللي هو وقعني فيها. اللي يعمل كده مستحيل يضرب عيل صغير من غير سبب لحد ما يموته. معلش، افتكر حضرتك ممكن لو تعذرني بس في اللي انا هقوله. حضرتك محتاج تراجع موقفك تجاه سليم. تعرفني شغلي ولا ايه؟ اوعى تتخيل ان اللي عمله سليم ده هيخليني ارحمك. يلا امشي. اتفضل. السلام عليكم. ازازة ماء لو سمحت. شكرا. قال ايه؟ جاي يقول لي راجع نفسك في موضوع سليم. مش عارفين ان الضابط اللي بيتجاوز احيانا ده وبيعذب انه مش شرط يبقى من اكلة لحوم البشر او ماشي راضي في الناس شمال ويمين. ده ممكن يبقى انسان طبيعي جدا، شخص لطيف وحبوب ولذيذ وابن نكتة. مش فاهمين انه ممكن يبقى مع اهله واصحابه حاجة ومع الناس حاجة ثانية خالص. وأكبر دليل على اللي أنا بقوله لك ده اللي حصل لك. هو اللي عمل فيك كده واحد أنا فاكره كويس أوي وأنا صغير. كان دمه خفيف وابن نكتة، وكانت ضحكته مجلجلة جوه البيت. وأدي النتيجة. أنا آسف يا سيادة اللواء، أنا آسف قلبت عليك المواجع. زنتي؟ طبعا زنتي، أنا زي ما خدتش بالي. لا وكمان أنت مين؟ أتاري ولاد الكلب مش سايبين فيها خرم إبرة،
يعني الورق ده فيه حاجة كويسة لينا يا سليم بيه؟ حاجات يا هيمة. دلوقتي أنا فهمت اللي حصل ده حصل إزاي وليه، بس المهم بقى